بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم ابنائي بناتي تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي على قناة محمد عبده للترم الاول مع مادة الرياضيات للنظام الجديد الفصل الدراسي الاول، ولقائنا من خلال كتاب الاضواء مع مراجعات واختبارات الدروس والمفاهيم والوحدات والوحدة الثانية الاعداد النسبية، ولقائنا مع اختبر نفسك على الدرس الثاني في الوحدة الثانية بعنوان استخدام خط الأعداد والرموز لمقارنة الأعداد. تعالوا بينا مع بعض نشوف أفكار اختبارنا إيه وإزاي هنشتغلوا مع بعضنا. بس عايز ألفت نظركم إن شرح الدروس بتاعة الكتاب المدرسي شرح مفصل وحل التمارين بتاعته كلها موجود على قناتي محمد عبده، يعني شغال فيه، وصلت لغاية تقريبا الوحدة الثالثة خلصتها. ممكن توصل له ببساطة جديدة جدا في آخر دقيقة في الفيديو، هتلاقي صور شاشة النهاية اللي هتظهر لك، صورة منهم للدروس وصورة للمراجعات اللي احنا شغالين عليها دي. تضغط على الدروس تدخل عليها مباشرة عشان تستفيد وتسمع الدروس قبل ما تسمع الاختبار بتاعنا. تعالوا بينا نشوف اختبر نفسك من كتاب الأضواء 2024. أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة. تنخفض طائرة مسافة 500 متر. عايز أقول لك إن عشان تاخدها قاعدة إن دايما الموجب هو الارتفاع لفوق، هو الاتجاه جهة اليمين، هو برضو المكسب، كل الحاجات دي بتبقى موجبة، لكن عكسها على طول بيبقى السالب. يعني تنخفض طائرة ده الانخفاض هتبقى بالسالب. هي بتنخفض مسافة قد ايه؟ 500 متر. فان العدد الصحيح اللي بيمثل الموقف ده اللي بيمثل انخفاض الطائرة لمسافة 500 متر هو ايه؟ فكر، وقف الفيديو وبعدين عود نفسك في الاختبارات اللي احنا بننزلها انك تحل المسألة وتشوف اجابتك ايه، وبعدين تسمع الحل عشان تطمن لحلك اللي انت حليته او تصححه. فطالما انها هتنخفض اذا الانخفاض بالسالب، يعني هختار رقم جيم هي الاجابة بتاعتي سالب 500. المعكوس الجمعي للعدد سالب 3 هو ايه؟ دايما كلمة معكوس جمعي يعني تغيير اشارته، هو سالب 3، وبالتالي تبقى الاجابة هي 3 رقم الف، يعني بغير من سالب الى موجب، بدل سالب 3 تبقى موجب 3، بنحط الاشارة او ما نحطهاش على طول تبقى معروفة انها موجبة. طب هنا بيقارن لي بين عددين صحيحين سالبين. طالما ان الاعداد الصحيحة سالبة اللي انت بتقارن بينها، هيبقى على طول قاعدة تلزق في مخك ان الكبير هو الصغير والصغير هو الكبير، لان انت عندك الصفر على شمال وانت ماشي كده، سالب 1 سالب 2 وهكذا. طول ما انت ماشي كده بتقلل من قيمة العدد لجهة اليسار، وبالتالي هتبقى السالب 9 على يسار السالب 3، يعني هتبقى السالب 9 اصغر من، اختر لها رقم ب هي الاجابة بتاعتنا. ده بالنسبة للمعكوس الجمعي لأي عدد بنغير الإشارة بتاعته. طب تعال نشوف السؤال الثاني، بيقول لي اكمل ما يأتي. في الشكل المقابل اللي قدامك هو جايب لك خط الأعداد، وجايب لك الصفر هنا في المنتصف، وجايب العدد للنقطة A على يمين الصفر، وللنقطة B على يسار الصفر. اتفقنا لسه من شوية وقبل كده في الدروس ان اللي على يمين الصفر هو الموجب، واللي على يسار الصفر هو السالب، وبالتالي هتبقى الاي دي هتمثل عدد صحيح ايه؟ عدد صحيح موجب لانها على يمين الصفر. طب والنقطة بي بتمثل عدد صحيح ايه؟ عدد صحيح سالب لانها على يسار الصفر، وبالتالي هتبقى ايه موجبة وبي سالبة. طب اذا كان البي معكوس جمعي للعدد سالب 3، يبقى قيمة بي هتبقى ايه؟ لسه قايلينها فوق من شوية انها هتبقى المعكوس الجمعي لسالب 3 هي 3 الاجابة، لكن دي هنا 3، معلش دي فاصلة، انا فكرتها سالب، دي فاصلة،
يعني المعكوس الجمعي للعدد 3 هو ايه؟ هو سالب 3. طب زي ما قلنا الاعداد الصحيحة الموجبة اللي على يمين الصفر والاعداد الصحيحة السالبة اللي على يسار الصفر. طب امال الصفر ايه؟ الصفر عدد ليس موجبا وليس سالبا، وبالتالي رقم 3 الاجابة بتاعتها ليس موجبا وليس سالبا، ده العدد صفر، يعني لا هو عدد موجب ولا هو عدد سالب. طيب تعال نشوف رقم 3 بتقول ايه؟ بتقول قارن باستخدام اكبر او اصغر. برضو عشان نقارن، عشان تبقى القاعدة معاك ماشية فاهمها كويس، ان اذا كانت الاعداد الاتنين اللي انت بتقارنهم موجبة زي اللي قدامي دي، تبقى الكبير كبير والصغير صغير، لكن اذا كان العددين سالب بيبقى الكبير صغير والصغير كبير. طب اذا كان في موجب وسالب بيبقى على طول الموجب هو الاكبر من السالب. يعني انا عندي هنا 25 دي موجبة وسالب 25 دي سالبة، وبالتالي تبقى ال 25 اكبر، يعني علامة اكبر من اللي مفتوحة من جهة ال 25 بالشكل ده. طب انا عندي هنا عددين موجبين 17 و7، ال 17 معروف انها اكبر من السبعة، اذا هختار لها نفس العلامة بتاعت الف رقم 1، هنختارها لها برضو ان ال 17 اكبر من السبعة. طب هنا جايب ايه بقى؟ خد بالك من دي، بيقول لك سالب 4 في الناحية دي، الناحية التانية بيقول لي المعكوس الجمعي للعدد سالب 8. المعكوس الجمعي للعدد سالب 8 هو ايه؟ هو موجب 8، يعني 8. اذا عندي عدد سالب وعندي عدد موجب، السالب اللي هو جايبه في الاول هيبقى اصغر من الموجب اللي بعده، اذا السالب 4 اصغر من 8 اللي هي المعكوس الجمعي للعدد سالب 8. طب انا عندي هنا صفر وعندي هنا سالب، ايا كان السالب فبيبقى على طول الصفر اكبر منه، يعني انا عندي صفر اللي هو زي كده وعندي سالب في الجهة دي، وبالتالي هيبقى الصفر اكبر من السالب 200 اللي هو جايبها، فهختار له علامة اكبر منه. طب بيقول لي عايزك تحدد لي مواضع الاعداد الاتية على خط الاعداد ثم رتب حسب المطلوب. انا عندي هنا ايه؟ عندي سالب 2 وعندي صفر وعندي سالب 3 وعندي 5 وعندي 7، وعايز ارتبهم تصاعدي من جهة السهم كده وانا ماشي، يعني الصغير وبعدين الكبير والكبير وهكذا وانا ماشي. اول حاجة ان انا بقسم الخط اللي قدامي ده الى تقسيم يتناسب مع الاعداد اللي عندي، يعني اعمل حسابي ان السبعة تكون موجودة، والافضل طبعا انك تتعامل معها بالشكل ده، بحيث انك تعمل الصفر والاعداد لغاية 7 من هنا ولسالب 7 من الناحية التانية. المهم ان تكون الاعداد كلها اللي هو طالبها تكون موجودة على خط الاعداد. لما نيجي نبدأ باول عدد عندي اللي هو سالب 2 اللي هو على يسار الصفر اللي هو هنا في العلامة بتاعتي دي هنا سالب 2، اذا انا هختار له سالب 2 وحط النقطة بتاعتها بالشكل ده. طب بعدها الصفر بحط نقطة مستديرة مغلقة على الصفر بتاعها، او اي تعبير تعبر عنه، مش قضية علامة اكس ممكن، دايرة مفتوحة ممكن، بس افضل انها تتعمل دائرة مغلقة بالشكل ده. ده الصفر، بعد منه سالب 3، اذا هرجع لجهة اليسار بعد السالب 2 واحط السالب 3 بالشكل ده. طب بعد كده 5، 5 هتبقى على يمين الصفر، همشي لغاية الخمسة هنا وهحط النقطة بتاعتها في المكان ده فوق الخمسة بتاعتي. بعد كده السبعة اللي هي بعد الخمسة بشرطتين، اذا هاخد السبعة هنا. هو طالب مني بقى الترتيب من الاصغر الى الاكبر تصاعدي، يعني همشي من جهة اليسار الى جهة اليمين وانا ماشي واخد النقط اللي هو جابها لي، يعني السالب 3 هتبقى اصغر من السالب 2، اصغر من الصفر، اصغر من الخمسة، اصغر من السبعة، وهتتكتب بالشكل ده سالب 3. معلش انا منزلها على الخط عشان يبان السالب بس، سالب 3 بعدها سالب 2 وبعدين صفر وخمسة وسبعة، ده كده الترتيب التصاعدي. طب جايب لي خط اعداد تاني وبرضو بيقول لي عايزك تحط النقط دي عليه، ايه هي النقط؟ اول نقطة عندي
سالب 8. إذن أنا هعمل خط الأعداد يعني في أكتر من دي شوية، عشان عندي في سالب 8 وسالب 5، وعندي كمان المعكوس الجمعي للعدد 4 اللي هو سالب 4، وبعدين عندي 9، وبعدين عندي سالب 3. إذن أنا عندي السوالب يعني أصغرهم اللي هو شكله كبير لكن هو أصغرهم سالب 8، وعندي أكبر حاجة اللي هي 9، لازم أعمل حسابها في الجهتين، المسافة توصلني من هنا لليمين لغاية 9 ودي اليسار لغاية سالب 8، وممكن تزيد عنها توصل لسالب 9 أو 10، مش مشكلة. يعني ناخد خط الأعداد كده، ادي الصفر قدامنا وسالب 1 لغاية سالب 10، ومن ناحية دي الصفر اهو، وبعدين جهة اليمين من سالب 1 الى من 1 الى لما نوصل الى 10 موجب، هنا جنبهم علامة موجب، ممكن نحطها وممكن ما نحطهاش مش مشكلة. تعال نبدأ بأول واحد اللي هو سالب 8، نشوف مكانه فين، هيتحط هنا اهو النقطة فوق السالب 8، واحطها بالشكل اللي قدامي ده، ده سالب 8، بعدها سالب 5، همشي لغاية ما الاقي سالب 5 اهي هنا، احط النقطة بتاعتها بالشكل ده، وبعدين المعكوس الجمعي للعدد 4 يعني سالب 4 اللي جنبها على طول هحطها بالشكل ده. بعد كده في عندي 9، هروح للجهة التانية لغاية فوق التسعة واحط النقطة بتاعتي بالشكل ده. كمان عندي سالب 3، يبقى هرجع هنا على جهة اليسار واحط النقطة بتاعت السالب 3 بالشكل ده، عندي 0، سالب 1، سالب 2، سالب 3. بكده يكون في، بس اسف، هنا في عندي عايز الترتيب، الترتيب اللي عايزه تنازلي، يبقى همشي بالعكس من اليمين الى اليسار واختار النقط بتاعتي اللي انا كاتبها قدامي، يعني هاخد التسعة اول حاجة، وبعدين السالب 3، سالب 4، سالب 5، سالب 8. كده انا رتبت له ترتيب تنازلي. تمام كده حبايبي، طبعا انت بتقيم نفسك وبتشوف درجتك وتشوف هل انت خدت اقل من 10، يبقى محتاج انك تراجع الدرس اللي شرحه المعلم او درس اللي احنا واخدين عليه المراجعه دي. اذا كنت من 10 الى 12 او الى 13 يعني، يبقى هتحتاج انك تراجع تدريبات. اذا كنت من 13 لغايه 17 يبقى هتراجع امتحانات، اذا كنت من 17 ل 20 هتبحث وتبدع في البحث بتاعك عشان تتميز في مادتنا الرياضيات. ما تنسوش حبايبي رابط موقعي مبدعون للرياضيات ده، بالاضافه عليه طبعا كل الدروس شرح وفيديوهات شرح ومراجعات، ده بالإضافة لكتب وأدلة، بالإضافة لبرضو كتب خارجية بالمراجعات عشان تستفيد بيها، وفيديوهات كرتونية تعجبك جدا على موقعي، وبرضو في اللي يخدم المعلم داخل فصله، بالإضافة لجروبي على الفيسبوك دروسنا ببيتنا مجانا. يسعدني إذا كنت محتاج أي تواصل إنك تدخل عليه وتتواصل معي، بالإضافة لقناتي للترم الثاني اللي هي قناة براعم مبدعة، هتلاقيها برضو، وقناة معلم الرياضيات للترمين من كيجي إلى تلت إعدادي. كل اللي أنا بقوله ده موجود في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت، تضغط عليه تدخل وتتفرج وتشاهد اللي انت عايزه. وبكده حبايبي يكون وصلنا لنهاية لقائنا مع درسنا النهاردة، وإلى لقائنا مع تقييم درس تالي إن شاء الله، ومع أطيب تمنياتي بالتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.